السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هتكلم على القطط الصغيرة اللي بتكون لسه مولودة وعينيها مش مفتحة. لازم ناخد بالنا ان القطط الصغيرة لما بتتولد مش شرط ان هي تتولد مفتحة خالص، لان غلط اصلا ان هي تتولد مفتحة. لا، ده هي بتفضل من 15 يوم لحد 17 يوم مغمضة عينيها خالص مش مفتحة، وده شيء طبيعي جدا عند القطط. فلازم تبقى عارف ان قبل 15 يوم ما تستناش ان القطة بتاعتك تفتح، بمعنى اصح ما تستناش ان كل الكتن تفتح. ممكن قطه تفتح، ممكن واحد اتنين يفتحوا، انما الباقي مش هيفتح، وده امر طبيعي جدا. تبدا تقلق حضرتك كمربي او حضرتك كمربيه ان القطه بتاعتك الصغيره او الكتنز ما فتحوش لما يكسروا ال 17 يوم. اول ما يعدوا 17 يوم وهم لسه ما فتحوش، تعرف ان في مشكله بقى. ممكن يكون في عدوى بكتيريه موجوده في العين، ممكن يكون في نتيجه زياده الافرازات بتاعت العين قافله الجفنين، وطبعا القطط عضلاتها لسه بتبقى ضعيفه شويه فمش قادره ان هي تفتح عينيها. في الحالة دي لازم على طول حضرتك كمربي تتدخل وتسأل دكتور يكون فاهم عن الحالات دي، عشان أي تدخل غلط بالنسبة للقطط الصغيرة ممكن لا قدر الله القطط الصغيرة تفقد نظرها أو تفقد عينيها أصلا. فلازم ناخد بالنا إن القطط الصغيرة ليها تعامل خاص، وهوضح لحضراتكم هنا قطرة كويسة جدا ممكن حضراتكم تستعملوها للسن الصغير، لكن برضو بشوية تكنيك أو بشوية خطوات هقولها لحضرتك حالا في الفيديو ده إن شاء الله، فلازم حضرتك تكون مركز معايا. زي ما قلت لحضراتكم إن القط لحد سن 15 يوم 17 يوم بحد أقصى ممكن ما يفتحش عادي خالص، إنما لو كسر ال 17 يوم هو لسه مش مفتح لازم على طول أتدخل بعلاج. هجيب قطنة عادي جدا، نركز كده مع بعض وهقول لكم إيه الحاجات الغلط اللي حضراتكم بتعملوها بتضر القطط. هنجيب قطنة صغيرة ونحط عليها نقطتين من القطر اللي أنا هكتبها لحضراتكم هنا، قطر التوبرين اللي هتوضح قدام حضراتكم هنا بالصورة. قطر التوبرين هنجيبها ونحط على القطنة نقطتين، وهجيب عين القط قطنة. هعمل كده، هعمل لكم عملي علشان الكل يستفيد برضه، وتبقوا فاهمين انتوا بتعملوا ازاي والتكنيك بتاع المسح ازاي وازاي همزح ما بين القطنتين. هجيب قطنة وحط عليها نقطتين من القطرة اللي هتظهر قدام حضراتكم او اللي ظهرت قدام حضراتكم اللي اسمها توبرين، وهاجي على عين القطة وابدأ امسح كده لبره. نركز، نمسح لبره بالشكل ده، ما نمسحش لجوه او ما نمسحش كده، ده كده غلط. ان اللي انا باخده من هنا بحطه هنا، واللي انا باخده من هنا بحطه هنا، طبعا ده غلط لان بينقل العدوى. بجيب القطنة اللي عليها نقطتين من القطرة اللي انا عرضتها لحضراتكم وابدأ ان انا امسح من جوه لبره، من جوه لبره. هل استعمل القطنة دي للعين التانية؟ دي اول غلطة حضراتكم بتقعوا فيها. لو العين دي العدوى فيها اكبر من العين دي وحضرتك عكست القطرة القطنتين هتلاقي ان العين اللي كان فيها العدوى قليلة كترت. ليه؟ لان خدت العدوى من العين الاولانية للعين التانية. هنرمي القطنة دي خالص ونستعمل قطنة جديدة. هنجيب قطنة جديدة خالص عليها نفس القطرة نقطتين، وابدأ ان انا امسح من جوه لبره، من جوه لبره. وناخد بالك كده، انا قلت لكم تريكتين لازم حضراتكم تاخدوا بالكم منها علشان دي بتقعوا فيها وبتضروا عين القط. ان القطنه تتغير من العين للعين او من الاذن للاذن لو بننظف الاذن في اي حاجه عامه، زائد ان حضراتكم تبقوا عارفين ان تكنيك المسح مش بيبقى كده، بيبقى من جوه لبره. تمام، ده كويس جدا. قطر التوبرين كويسة ولطيفة، المادة الفعالة توبراميسن، حاجة خفيفة برضو مش قوية، ممكن حضراتكم تستعملوها مرتين في اليوم كحد أقصى. نحاول بقدر الإمكان إن احنا نتجنب المية، لأن المية